يكون عندنا اربع اصابع هيك، بنفلد هذا لحاله وبننزل الريشه بتنزل على عقله اكثر من ثلاث اصابع هدول. طيب بننزل الثلاث اصابع هيك بنضغطهم، خلص صارت الريشه صارت مثبته. هلا هذا وهذا صار للتوجيه، توجيه الريشه. الابهام بينزل مع الريشه هيك، والسباب بتنزل بس مع نص الريشه مو مع الكل. يعني اذا بقدم هيك اصبعتي لجوا شو بصير؟ بصير طرق مع الوتر، ما بصير، بدنا نعمل هيك. منيح؟ طيب. طبعا الريشه لا لفوق ولا لتحت هيك. ولا برا ولا تحت. ولا تحت. ولا تحت بيطلع على الخزه هيك، بدناها لبرا. طيب الايد يسار، الايد يسار مثل كاني مسكت تفاحه او كره حطيتها هيك. رسمة الابهام بدها تجي من ورا. والايد كلها مفرودة في نقاط، كل اصبع على نقطة، نقطة أولى، اثنين، ثلاثة، أربعة. طيب لما بنزل أي اصبع بده ينزل كل الأصابع لورا، يعني الدو ما فينا نعملها هيك دو أو هيك، دو لازم ننزل الأصابع هدول مشان يساعدوه بالضغط. دو ري فاضي شو بساوي؟ ما بعد كثير هيك، بعد شي بسيط دو ري مشان يضلوا أصابع أخذين شكلهم، ما بغيروا ببدل. دو ري مي، مي اصبعتين، طبعا هدول غلط شيلهم بس مشان افرجيكي. مي اصبعتين يعني هي لازم تنزل. فا مثل الدو ثلاث اصابع. صول فاضي بس ما ببعد، ما بعمل هيك، بعمل هيك. صول لا اصبعتين. سي اربع اصابع، انت كل وقت عم تحط لي هون، احنا بدنا هون. لا سي اربع اصابع، دو فاضي بدي اياه هيك. فا صول لا سي. هيك في بني آدم يبلش عزف.